التسبيح خدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته ومفيش ده بكرة، وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة اشمعنى انتي حبالي يوسف قوي كده؟ عشان شبهنا اكتر، ونعرفه من وانتوا صغيرين، وامه صاحبتي ومتمسك بيكي جدا. بص بصراحه هو مفيش حاجه، يعني مفيش حاجه بشكل صريح، يعني بنقرب من بعض يعني. بس انا ببقى مبسوط انا معاه، يعني اكتر حد مبسوط في الدنيا انا معاه. ماشي، ما هو ده الحب. كنتش عارف انها لسه بحبه قوي كده يا نجيب. يا سلام، انت عمرك حبيت حد غيره؟ ده انت واحده مكانك بتاريخ هشام المهبب ده كان زمانها قالت حق رقبتي من زمان. كويس انك جبتها له، كانت وحشاه. هو اللي قالك انها كانت وحشاه؟ بس انا بقيت بسمع لما بيقولوش اوضح بكتير من اللي بيقول. في الدرجه دي وجودي من عدمه مش فارق؟ انا ما اقصدش كده، وانت عارفه انا ماسكه نفسي من الخناق معاك بالعافيه. وانا ماسك نفسي اني اسالك انت عامله ايه برضه بالعافيه، ففكك بقى. انا دخلتك بيتي من باب، جه دورك تدق على الباب دقه الاصول، عشان انا اللي زيي لا هيستحمل ولا انت هترضى له يتقال على حريم وطالعين نازلين بكيفهم. في موضوع كنت عايزه اتكلم معاك فيه. في مشكلة ولا ايه؟ لا لا، في عريس. ايه ده، مش انت اللي كنت بتلعبي بيانو في حفلة الكونسرفتوار اللي فاتت؟ انا. ازيك؟ هاي، انا نادر. انا نادر. ايوه، بنت عمتي. ما دام الفرة مشيت في البيت يبقى الكل هيتلط. هي ايه الفرة دي؟ فرة العرسان. ما هو انت جالك الاولاني وايه جالها التاني، يبقى اكيد التالتة تبت. ميرسي يا منام. شكرا.
مساء الخير. انت مش مبروك جاي كمان يومين؟ الحمد لله على السلامة. بس انا لو كنت كلمتك ما كانتش هتبقى مفاجأة. بس هي مفاجأة حلوة. انا ما كنتش عارفة استحمل اليومين اللي فاضلين ازاي. انا لو اعرف ان سفري هيخليك تقولي الكلام الحلو ده كنت سافرت من زمان. بعد كده كل ما احب اسمع كلام حلو اسافر. لا متعودش على موضوع السفر ده. خلاص المره الجايه سافري معايا. طب وشغلي بقى؟ عايز نترفد؟ خد لك اذن من صاحب الشغل تبقي معايا على طول. موضوع الخطوبه ده انا ما كنتش عايزه، بس خلاص رجعت في كلامي عشان خاطرك. خطوبه ايه؟ هخطبك هنا دلوقتي. شوفي انت بقى الوقت المناسب، بلغي الولاد براحتك. انت جننت صح؟ جننت. هخطبك بالعافيه. هاتي ايدك كده. ايه ده؟ هاتي ايدك بقى. اوه انت عندك خشونه. قوم. هاتي ايدك. في ناس. مش مهم، مش مهم الناس، مالناش دعوه بحد. مبروك يا خطيبتي. طب قوم بقى. مش هقوم. طيب شوف بقى انت هتروح الجيم ولا هتعمل ايه؟ هنزل من البيت مين؟ انسى. فعلا؟ انجي عايزاكي. طيب اقفل معايا دلوقتي، فيفي عايزاني. خلاص واكلمك. بس يا يوسف. وانا كمان. باي. كان بيقول لك بحبك عشان كده بتقولي له وانا كمان؟ تعالي يا فيفي. انا مش عارف اقول لسعد وانا كمان، ولا كلام حب ولا حاجه من دي ابدا. ليه؟ من ساعه ما قعدتوا تتكلموا عن مسك الايدين والبوس والحاجات الغرامية دي، وانا عمالة اتخيل ان ممكن ده يحصل ما بيني وما بين سعد، بلاقي معدتي قلبت. معدتك قلبت ليه ان شاء الله؟ عشان انا مش عاوز ده يحصل ما بيني وما بينه. ايوه فيفي، بس ده هيبقى جوزك. حتى بعد ما يبقى جوزي ويبقى لازم نعمل حاجات المتجوزين دي، مش هقدر يا انجي. مستحيل. يا نهار اسود، يعني ايه مستحيل؟ لا طبعا، انتوا هتتجوزوا لازم تعملوا حاجة المتجوزين. الموت عندي اهون من اللي انت بتقوليه ده. بشويش بس كده وفهميني واديني الامان، ما تخوفنيش منك عشان نعرف ناخد وندي براحتنا. امال انا جايه لاهلك ليه دلوقتي؟ هو حاجه المتجوزين دي انت مش عايزه تعمليها مع سعد ولا مش عايزه تعمليها عموما؟ مع سعد وعموما كمان. لا لا تفرق. لا تفرق عندك انت، ما تفرقش عندي انا. انا الحاجات دي ما تلزمنيش ابدا. دي تلزم كل مخاليق ربنا، حتى الناموس. ايه قلة الأدب والسفالة اللي مش قلة أدب وسفالة خالص، دي طبيعة الحياة. يعني أنا كده مش طبيعية؟ فيفي، هو أنتِ عمرك ما كنتِ معجبة بحد؟ لا. ممثل مثلاً أو مغني؟ عبد المطلب والمنيجي. مش فنهم يا حمارة، ما تستهبليش. أنا قصدي عمرك مثلا ما كنتي بتتفرجي على فيلم او بتتفرجي على مجله وشفتي راجل قلتي ياه انا نفسي يبوسني ولا نفسي يحضني؟ انا عمري ما اتفرجت على فيلم غير يا رعب يا حرب. هو انت مش واخده بالك انا مين؟ انا ابوكي كان بيسحبني في ايده في صلاه الجمعه وبياخدني معاه الحلاق كمان قبل ما انتوا تتولدوا. انا عارفه ان كل البنات بتعجب بولاد بما فيهم انت وايه، بس انا لا. على فكره انا ما اتصدمتش قوي لما البت الحقيره اللي عندي في الكليه رسمتني بشنب، عشان انا طول عمري عارفه ان الناس شايفاني كده. وانت بتشوفي نفسك كده؟ لا طبعا، انت هبله. انا بشوف نفسي زي ما انتوا كلكم شايفيني، بني ادم. طب وسعد عارفه هو شايفك انت ازاي؟ شايفك بنوته وبيحبك وبيموت فيكي.
عشان نظره ضعيف. محدش بيحب حد عشان شكله. انت مال شكلك؟ ما انت قمر. الواحد ممكن يعجب بحد عشان شكله، بس انه حد يحب حد بجد بيحب اللي جوه، بيحب شخصيته. وهو شاف فيكي اللي خلاه قرر ان هو عايز يقضي معاكي بقيت عمره، وعشان كده وافقت اتخطب. عشان كده بس، عشان عجبت هو بس. الحمد لله على السلامة. هترجع لهم؟ هرجع لهم شوية يا أمجد، ماهوش عربية وأنا لازم أروح. إيه ركن مع عربية كنت روحت وما رجعت لهمش؟ لا لا، بس كنت أنا وأنتي طالعين بيتنا، أنا كنت هطلع معاكي ومش هنزل تاني أبدا. طيب بليز ما تقلوش في الشرب، لو تقلتوا خلي حد يروحكم. أوكي. تصبح على خير. وأنتي نعمة. هكلمك وانا مروح. لو ما ردتش هكون نمت. اوكي. باي. باي. وحشتني قوي. طيب احنا مش هنحاول نبطل بقى شغل المراهقين ده؟ احنا مصدقنا الوضع بقى شبه مظبوط وطبيعي. الوضع دلوقتي بقى في مصلحتك انت ومراتك والبنت كمان. حاول تسيطر على نزواتك. مش عارف اشتغل، مش عارف اكمل لحن واحد وهي بعيده. كل حاجه ناقصه من غيرها. معلش، حاول تطلع فنك من قلب المعاناه. بطل الاستخفاف بتاعك ده نجيب. بطل انت الانانيه بتاعتك دي يا هشام. رايح فين؟ حمام. وحشتني قوي. طب احنا نقدم ميعاد الفرح بقى. مستنيين ايه؟ لا يوسف بليز، ما تسربعنيش في الموضوع ده ولا تكروتني فيه خالص. مش عايز اكروتك، انا بقول طالما ان احنا جاهزين نستنى ليه؟ انت فاهم هياخد وقت قد ايه عشان افرش بيت هنا؟ احنا كده كده مش هنرجع من الهاني مون على هنا، احنا اصلا هنروح على هناك. يوسف ممكن توقف هنا ثانيه؟ شوف احنا هنروح نشوف، لو انت محتاجه تغيري اي حاجه ممكن نغيرها. بردها لك. ايه بترديها لي ده؟ انت كمان خضتيني جامد قوي النهارده. انا خضيتك النهارده؟ ما قلتيلي ان انت في المعهد وانا شفتك طالعه عماره في المعادي، بعدها بلحظه شفت هشام شرف طالع نفس العماره. صدفه صح؟
عمارتنا كابتن بسكولين دي ولا ايه؟ دي شقة البروفات بتاعت هشام. وانت طالعة شقة هشام ليه؟ عشان مش هينفع نتقابل في اي حتة تانية عشان هو شكله معروف، وعشان بعد صور خطوبتنا ونادر بقت في كل حتة، وانا كمان شكلي معروف. انت اللي خلاكي تفتحي القصة دي تاني؟ انت عارفة ان الموضوع ده انتهى ومرفوض تماما ان هو يتفتح تاني. انت وطي صوتك هيسمعوا. ليه خليهم يسمعوا؟ ما انا هخرج اقول لهم لامك ولاخواتك عشان انت كدابة وزبالة ومقرطصانة كلنا تاني. رغم كل المحاولات ان احنا نتكلم معاكي بالعقل والمنطق ونعرفك غلطك، برضه انت مشيتي اللي في دماغك. ممكن ما تتكلميش معايا كده؟ دي اصلا اول مره انا اشوفه من ساعه ما سيبنا بعض، ولا حتى في المعهد عشان هو بطل يدرس الماده بتاعتي. ورايحه تشوفيه تاني ليه؟ عشان وحشني وحشته، وكنت عايزه اشوفه نص ساعه بس عشان نلعب مع بعض مزيكا، وقعدت اوريله بس في صور نادر بتاعت الخطوبه. انت بقى مستهونه بكل ده؟ ده بالنسبه لك تمام؟ انت لسه فاكره انك بتحبيه؟ انا مش فاكره ان انا بحبه، انا بحبه. امال وافقتي تتخطبي نادر ليه؟ عشان هو ده الصح والاصول، وعشان نادر وتوضيب البيت والفرح المفروض ينسوني هشام، وعشان ده غلط وعيب وما يصحش، وعيب في حقي وفي حق مراته وحقكم. في حاجه نسيتها؟ مش المفروض ان هو يكون كلام بس، المفروض ان انت تبقي مقتنعه وتنفذي، وحتى لو مش مقتنعه تنفذي. مقتنعه يا انجي؟ ولو في اي حد في مكاني كنت هقوله نفس الكلام، وانت نفسك انا كنت بقولك نفس الكلام لما كان كل حاجه في محمود غلط، وانا كنت بقولك كده، بس ما كنتيش قادره عشان كنت بتحبيه. لا، قصتي انا ومحمود مختلفه تماما عن القصه دي. مش فارقه، الاثنين بالعقل ما ينفعوش. لا، انا ما كنتش بكذب على اهلي ولا كنت بكذب على نفسي، ويوم ما قررت ان انا افتح علاقه جديده اتاكدت 100% ان علاقتي القديمه انتهت. وانا كمان، انا وهشام اتفقنا ان احنا مش هنشوف بعض تاني، ومهما وحشنا بعض برضه مش هنشوف بعض، وان انا هحاول احب نادر عشان هو فعلا يتحب. انت قلتي كلام شبه ده قبل كده يا ايه؟ المره دي بجد. انت عارفه الست اللي تبقى مع راجل وتروح تعرف عليه راجل تاني بيبقى اسمها ايه؟ كان نفسي تديني الأمانة عشان أقدر أحكي لها، بس عمرها ما كانت هتفهم. تفهم إيه؟ تفهم اللي إحنا اتفقنا عليه، إن إحنا بنتقابل بس عشان أشوفك وتشوفني، عشان تسمعني ألحانك الجديدة، وإن إحنا مش بنعمل حاجة غلط. مع مجرد إن إحنا بنتقابل من ورا الناس ده في حد ذاته غلط، حتى لو بنتقابل عشان نلعب طاولة. بس أنا بقيت عايز أقولك على حاجة ملاحظة. ما بقتش بحس ان انا بغير زي الاول، يعني لما بقيت افكر فيك انت وزيزي لما تبقوا خارجين وانت خدها في حضنك، بقيت بفكر انه عادي، يعني ما انا كمان بخرج مع نادر وزي ما هي في حياتك هو كمان في حياتي، تعادلين يعني. انا اللي بقيت اغير. من ايام ما غيرت جدول عليك شوية بقى. وبرضه متعادلين. واحنا كنا اتفقنا ان انا ما اخدكيش في حضني، مش كده؟ يلا بقى سمعني لحن جديد. اتفضل. اتفضلي. انت هتموتني. Thank you.
شفت حلوة ازاي؟ عادي يعني. وايه ده اللي عادي؟ ازاي عادي؟ حرام عليك، دي من احلى الالحان اللي عملها هشام من زمان. ما هو الاخر طلع عين اللي خلفونا لحد ما طلع اللحن ده. يا اخي اسكت اسكت. بس يستاهل يعني. عجبك يا نجيب؟ زيزي عندها حق، ده من احلى شغلك من زمان. متعرفش هو مفرح ولا شجنان وبيعلق. انا كمان علق معايا وحفظته من ساعات ما سمعه. بس انا مش هغفر انه سمعك قبلي على فكره. لا انت هتقارن نفسك بيها يا نجيب؟ ايه ده انت مستكترها عليا يا نجيب؟ ده اقل حاجه يعملها لي بعد العصبيه وقله النوم والنرفزه والهستيريا والجنان اللي طلعوا عليا الفتره اللي فاتت. لا لو بالمنطق ده يبقى انت مضايقاه بكتير. بس الصراحه نسيت كل حاجه بعد ما سمعه لي. طيب هقوم اعمل لكم بيتزا مكافاه لحبيبي الموهوب. قابلتها؟ ردت فيا الروح يا نجيب، ردت فيا الروح. بص انا كده بقى قلت اللي عندي كله ورضيت ضميري قدام ربنا. شوف انت بقى عايز تعمل ايه. بص يا انجي، بعد اللي حكيتهولي ده انا محتاج اعيد النظر في حاجات كتير. صدمت صدمه عميقه جدا، ما كنتش متخيل ابدا ان انجي البريئه الجميله دي عندها ماضي. عشان كده بقى قلت اصرحك بالحقيقه المره. يعني انت ازاي ما كنتيش متاكده ان انا اكيد عارف انك انت حبيتي قبل كده او دخلتي في علاقات؟ انا اصلا اللي مستغرب منه انها علاقه واحده بس. علاقه واحده بس يا انجي؟ ايوه، ما انت طبعا بقى مليون الف علاقه صح؟ انا اصلا لو عوزت احكي لك مش هعرف لاني مش هفتكرهم. عايزاني احكي لك؟ لا مش فارق معايا. كل اللي فارق معايا ان انت بتحبني دلوقتي، مش فارق معايا اللي فات ولا اللي جاي. اكتر حاجه مفرحاني دلوقتي اني بقيت متاكد انك بتحبيني. اشمعنى؟ عشان حكيتيلي من غير ما اسالك. حسيت ان انت كنت لازم تعرف. انا بالنسبه لي ان احنا نحكي لبعض كل اللي حصل واللي فات ده اتفاق كده، ان احنا هنحكي لبعض كل اللي جاي ومش هنخبي حاجه على بعض. صح؟ صح. يلا بقى نتجوز دلوقتي يا عرفي، دلوقتي. قريت. ما عجبكيش؟ بصراحه كنت عارف، كنت خايف لك جميلي ولا حاجه. والله كويس بقى ان انا قطعت بقى القصص. تحفه يا احمد، الثلاثه احلى من بعض. انا كل قصه فيهم كنت بقراها كنت برجع اقراها تاني من كتر ما هي عاجباني، وممكن اسمعهم لك كمان. انت بتتكلم جد؟ حياه ربنا يجننوا، ومش شبه اي حاجه قريتها قبل كده. كمل المجموعه كلها ولما تخلصها وتبقى راضي عنها هعمل لك ميعاد مع رمز النجار. عارفه ده ناشر باين؟ عنده دار نشر كبيره جدا وسلسله مكتبات ومنتج. ايوه عارفه عارفه طبعا. رمز النجار فاميلي فريند، بيبعت لي كل اصدارات الدار عنده عشان اقراها. هاخد لك ميعاد معاه. بس لو شغلي ما عجبوش؟ انت بتقدر البلاء قبل وقوعه ليه يا احمد؟ يا سيدي اكتب علشان انا متحمسه ومتشوقه اقرا اكتر. اعتبرني انا قارئه مبدئيا ولا ما استاهلش؟ لا مش استاهلش ايه، ده انت لو هتقري لوحدك مجلدات مش خالص قصيره. طب هتقريني الرابعه امتى؟ في اقرب وقت، في اقرب وقت. عندي بيشن اخلصه ونروح ناكل. بس اعمل حسابك انا اللي هختار المكان اللي هناكل فيه، كل الاماكن اللي انت بتختارها بتوجعني بطني. لا النهارده مش هينفع خالص، صعب. وايه بقى اللي مش هيخليه ينفع؟ اصل انا لازم اروح اقابل دكتور شريف دبوس ضروري جدا. هو ما قلتش من الاول ليه؟ شايفني هموت على الخروجه؟ يا حبيبتي ما انت لسه قايله لي دلوقتي حالا، وهو مكلمني من شويه، انا اعرف منين؟ خلاص خلاص. انا قلقانه على ادم الاخت الميكانيكي ده،
شكلها واكله دماغه وقلبه كيان. ما انا واخده بالي راكبه ومدلدله على الاخر، ممشيه على عجين ما يلخبطوش. ده حتى بطل سهر وصرمحه وبقى من البيت للكليه ومن الكليه للبيت. حتى لو كده مش هسيب ابني يحب بنت زي دي. دي بنت سامي هتموت نفسها عليها. يا اختي تغور بوش امها دي رخرة. بس ناس زينا ومن مقامنا. انما انا اسيب نور عيني يحب بنت زي دي؟ ده على جثتي. ليه يا اخوانا كل ده؟ ما تشغلوا شويه. سعد جه بره. خلاص ثواني اهو. هيا يا احمد. مش هفرح بيك بقى زي ما انا فرحانه باخواتك؟ ايه مو الكلام ده بس. نطمن الاول على البنات ده كده ربنا يسهل يعني. انا مطمنه عليهم. طمني انت عليك بقى. قولي هنروح نخطبها امتى؟ هي مين دي يا ماما؟ اللي مخليانا واخدين بالنا من روحنا وجسمنا ووشنا منور ونفسنا اتفتحت. طب ركزي معايا بقى. الله ما كنتش اركز معاك. يعني هركز مع مين؟ ما عزمتهاش النهارده ليه؟ ما جاتش فرصه صراحه. طيب قولي بقى نروح نخطبها امتى؟ نخطب ايه بس يا ماما؟ مش هبقى جاهز الاول؟ يا سلام، وانت ناقصك ايه؟ ناقص حاجات كتير قوي. ده انت مهيتك تفتح بيت وزياده كمان. ماشي، فين بقى البيت ده اللي هفتحه؟ انا هكلم عبد السلام يشوف لك بيت هنا في الكومباوند تبقى. عبد السلام مين يا ماما؟ بصفته ايه عبد السلام يعني هيجيب لي بيت؟ يعرف صحاب الكومباوند وعنده شغل. بصفته ايه عبد السلام هيدور لي على بيت؟ انا مش فاهم ايه موضوع عبد السلام اللي بيخش في حياتنا طول الوقت ده؟ عبد السلام جاب لنا بيت، عبد السلام جاب لك شغل، عبد السلام معزوم عندنا بسبب من غير سبب، عبد السلام بينزل بالحنفيه كمان شويه. ده صاحب خالك من عمر. صاحب خالي بس؟ بس يعني ايه؟ ولا حاجة. أنا مش محتاج حاجة من حد، بالذات عبد السلام ده. وأنت عبد السلام كريم مش محتاج حاجة منه. أنا أسفك. هو أنتوا متأكدين إن فيفي مش هتزعل؟ لا تزعل مين؟ حتى لو زعلت يا معلم روح جيبها من شعرها. بص هو يعني هي طبعها حامي بس انا حاسس ان هي طيبه. هي طيبه مش كده؟ هي جت 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 جت. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. هو اللي قال نعمل لك مفاجأة والمصحف. وهو أنا بتاعت مفاجآت برضو؟ والله يا فيفي كلنا قلنا له بلاش بس هو ما صدقناش. هو أنا تسببت في مشكلة؟ لا يا حبيبي، أنت اللي خطبت مشكلة. أتمنى إني ما أكونش ضايقتك. حصل خير بس ما تتكررش. ما وعدتيش. يا فندم؟ كل سنة وأنت طيب. كمان هدية؟ كفاية اللي أنت عامله ده. أنا لو طول جيب لي الدنيا كلها مش هتأخر. شكرا. يلا اصبروا بس اصبروا بس. فاكرين الأغنية دي اللي فيفي كانت بترقص عليها؟ إيه ده الله؟ أبوهم كان دايما بيشغلها لهم وهم صغيرين وبيرقصوا عليها. ده آدم وفيفي كانوا بيقلدوا المسرحية بالظبط. رايح اجيب الديب من ديله واقلق نومه في نص الليل. رايح اجيب الديب من ديله واقلق نومه في نص الليل. رونا قدرتش اجيبه واسيبه وارجع اقول ما لقيتلوش ديب. رايح اجيب الديب من ديله بس على الله كله ديب. رايح اجيب الديب من ديله بس على الله كله ديب. بس قول لي هتسافر ليه؟ قول لي كمان راح تركب ايه؟ طب قول لي هتسافر ليه؟ قول لي كمان راح تركب ايه؟ هركب ايه؟ هركب ايه؟ هركب حته نفس القطر بيكتب صف ويمشي صف ويمشي صفر كده اهو. توت 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 توت.
وجعي قليل إحساس بياخدنا بعيد وياه العمر بيفوت ويمر بين حيو ومر وطريق ماشينه اسمه حياة وتمشيه مهما بيكون صعب ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغل وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة وده منك ومن دمك لكن بقى في لحظة بيكره وده بقى